السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام أصدقاء الأعزاء. هذا الشرح هذا خاص غير بالمبتدئين اللي يلا أول مرة بيشدوا الجمبري. هذا يعني بنبين فيه كيفاش الطريقة بعد الطريقة الصحيحة ديال كيفاش نشدوا الجمبري وكيفاش وضعية اليد وكيفاش دوك لي نوت دو باز هي ديال التكناويت، يعني في الحطات ديال دوك النقيطات اللي تيكونوا في التكناويت المهمين بزاف، والطريقة كيفاش نشدوا الجمبري. حيت كاين دابا اللي يلاه بدا تيكون عنده اشكال في الطريقه كيفاش ديال العزف. اولا طريقه هاد اليد اليمنى باش تنعزفوا تيخصها تكون على الشكل التالي، نحاول نبهج ديال باش تبان لكم. هاد الصبع هذا تيكون متني، هاد الصبع هذا تيكون حدا الوتره الفوقيه، هذا هو باش تنضربوا. هاد الصبع هذا تيكون مزرحين باش الا بغينا نضربوا بهم الجلده تنضربوا بهم الجلده، الا بغينا ما بغيناش راه تنعزفوا وتنخليهم مطروقين. هاد الصبع ها هي الطريقة الصحيحة ديال اليد كي خصها تكون، واليد تتكون محطوطة فوق الجنبري وتتحرك غير هاد من هنا تتحرك، يعني ماشي يجينا كاملة، ماشي يجينا كاملة تنحركوها، يجينا تتكون محطوطة مثبتة فوق الجنبري وتتحركو غير هاد الجزء هذا من اليد من الكوع، ها هو الكوع. من هنا تبقى تحرك اليد، إذن هاد الصبع هذا تيدور على الوترات كاملين، تيضرب من التحتية، تيضرب من الفوقية، تيضرب من الوسطية، ولكن هاد الصبع هذا خاص غير بالفوقية، نضربو بيه الفوقية. التمرين هو ما فيه كاع هاد اليد اليسرى، غادي نخدمو فيه غير هاد اليد اليمنى. بالنسبه لهاد اليد اليمنى انتم لاحظوا معايا كي تشد اليد اليمنى تيخصها تكون بحال ما هكا، هاد الصبع متني، هاد الشاهد باش نشاهدو تيكون متني، وهاد الصبع الاخر تنحطو بهذا الشكل، هذا تيكون محطوط حدا التير، هاد الصبع الاخر تيلعب فيهم كاملين وسطية وفوق التير، تيضرب فيهم كاملين وهذا تيضرب غير الفوقية. مفهوم دابا اليد كيفاش خصها تكون. بالنسبة لليد اليسرى اللي تنحطو بها النقاط، هاد اليد اليسرى تنحاولو تنشدو العصا من هنا بين 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 الوسطية، فين محطوطة الوسطية وفين محطوطة الوترات، هاد المجال هاد يعني نحاول نقرب ليكم. هاد لي سباس هذا هو تقريبا فين تنلعبو، هذا هو المجال اللي خاص فين تنحطو النقاط. كاينين النقاط الأساسية في تكناويت، الأغلبية نتاع الطروحة ديال تكناويت فيهم هاد النقاط هادو، كاين التير خاوي، كاين التير عامر، التير خاوي، التير عامر هنا،
فيها واحد جوج جوج نوطات والحصور والوسطيه. اذا جينا نشوفوا معظم الطروحه ديال التكناويت النقاط من اش يتكونوا هما هادو واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. اساسيه في معظم طروحه تيجي من بعد تيبقاو شي طروحه فيهم بحال الحمدوشيه بحال هذاك ميمون شي طروحه فيهم شي نوطات اخرين، ولكن الطروحه الاساسيين هما هادو النوطات الاساسيين في جميع الطروحه هما هادو. الحصور هادو دابا إلا بغيناش نديرو الحصور بطبيعة الحال المساوية راه مهمة، حيت القنبري إلا مكانش مساوي ما عمرو غادي يعطيك هادوك النوطات تسمعهم هما هادوك، ما غاديش يمكن ليك تسمعهم صحاح. القنبري تيخصو يكون مساوي مزيان. باش نساويو القنبري راه سبق ليا درتها فواحد الشرح غادي نعاود نقولها دروك، تنساويو القنبري على هادي مسوية العالمية تتسمى العالمية ستوندار، تنساويو الوترة التحتية على نغمة ديال صول، هادي تنساويوها على صول، هاد الوسطية تنساويوها على ري، الفوقية كذلك على ري، حيت الوسطية والفوقية عندهم نفس النوطة، ري ري صول ري ري صول ري ري. تنشدو واحد لابليكاسيون راه غادي نكتبها لكم في الوصف ديال هاد الفيديو، سميتها بانو تونر، كاينه في البلاي ستور راه موجوده هي مجانيه، هي باش تنساويو تنساويو هاد الوتره التحتيه على صول ري ري. راه غادي نكتب لكم الاسم ديال الابليكاسيون باش تنشارجيوها، حيت اهم حاجه الا بغيتي تتعلم تعزف هو القنبري يكون مساوي مزيان، لان القنبري الا ما كانش مساوي مزيان راه كتبقى تتخربق، يعني ما تيعطيكش النوطات هما هادوك، ما عمرو يخرج لك الطرح هو هذاك. وكي قلنا لي نوت دو باز راهو هادو، هاد الفوقية تقريبا تنبعدو على شي ربعة الصباع باش تنبعدو على العودة ديال الوترات الفوقانيين، تنحطو هاد الحطة هادي تحت منها مباشرة كاينة الحطة الأخرى، إلا طلعت دابا شوية هنا متسمعش ليا، سمعك كيبغي تسمع ما جاتش هي هاديك. القنبري دابا عندي فيه الوترات جداد تنساويه شي عاود تاني تحت مساويه، خصني مره نعاود تاني نرجع ليه مساويه حتى يديرو بلاصتهم. تلقوا يجيكم وتعرفوا كيفاش شدوا، ديروا هذا التمرين هذا بسيط، حاولوا كيفاش تعلموا فيه، حطوا صباعكم هاجي حطها في الفوقيه حطها في التحتيه خاويه، حطها في الفوقيه حطها في التحتيه، حطها في التحتيه عامره التحتيه جوج حداها عامره الوسطيه التحتيه واحده عامره. ساهل باش تعلموا وتلقوا به يجيكم قاعده ديري لكم.
الملح هذا بقى قلنا لينو دو باز عقلوا عليهم محطات كيفاش دايرينها. واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا درنا الحصول هو خمسة ستة معظم تروح تقريبا جل تروح ديال تاكناويت، تنهضر على تاكناويت، غادي تلقاهم في هاد لي نوط هادو، ما غاديش يخرجوا على هاد لي نوط هكا. الوسطية والفوقية، الفوقية والتحتية خاويين، التحتية فيها هاد النوطة عامرة، التحتية فيها هادي وهادي، والحصول باينين واضحين. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الوسطية هي سبعة، سبعة هادو لي نوط كاينين معظم تروحا تيلعبو فيهم. من بعد ملي تتعلموا تبداو تبربلو وتبداو تديرو، المهم نتوما دابا ركزوا ليا على اليد، كي قلنا اليد كيفاش خصها تكون هاكا تي خصها تكون. نديرو هاد التمرين نتمنى يكون هاد الشرح واضح، ولا كان عندكم شي اشكال ديروا الاستفسارات ديالكم والتفاعل ديالكم في التعليقات باش نعرف شنو اللي خصكم، إن شاء الله نلبي لكم الطلبات ديالكم.